أحسن الله إليكم. تقول الأخت أم عادل: في الأسبوع الماضي أخذنا عمرة وكانت أختي تلبس البرقع والنقاب في طوافها وفي أدائها للعمرة، وهي لا تعلم عن أحكام الشريعة في ذلك شيء. إذا كانت تجهل هذا الشيء ولم يبين لها، فعمرتها صحيحة وليس عليها شيء، أنها معذورة بالجهل. أما إذا كانت قد بين لها أو كانت عالمة بأنه لا يجوز للمحرمة لبس البرقع والنقاب، تعلم النهي في هذا ولبسته، فعليها الفدية. عمرتها صحيحة لكن يكون عليها الفدية، تخير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاة في مكة وتوزعها على فقراء الحرم. نعم.